أخبار اليوم. مصنع بتاع الحاج ممدوح عند مصنع الامل. لقينا الدنيا مقلوبه ومطافي والدنيا مقلوبه. الساعه كام موجود؟ كان الساعه 10:30. انت كنت موجود في 10؟ احنا كنا قاعدين في الورشه. ايه السبب بقى اللي حصل؟ الله يعلم. الله يعلم. الاسعاف جت الاسعاف ماشيه. اقول لك ده في حريق. قاعدين شغالين خياطين بصينا مش هنريك لنا الدنيا ده. شويه نزلنا للساعه 12. كانت الولعه بادئه من فوق نازله بقى من فوق لتحت لتحت من الفندق. بتبدا من فوق لتحت تحت والمطبخ مش ملاحق عليها ولا ملاحق عليها ولا عارفه تعمل حاجه. طب العماير الثانيه ايه اللي خلاها تولع؟ دي بقى الاستغراب بقى. دي بقى ايه في عماره النهارده ولعت الصبح الساعه 9 عند كشري الامل. دوارة خالص عند كشري الامل دي بقى في المصنع اللي احنا فيه اللي شغالين فيه. ايه بقى اللي خلاها تولع؟ احنا نايمين في الولعه فوقنا في السطح بتاعنا كده. في الدور السادس. احنا في الدور الخامس الولعه كانت فينا في الدور السادس كده. عيش كده ولعت لقينا الدنيا ولعت فوق برضه على السطح. المطافي لحقتها وطفتها النهارده الحمد لله في نفس الوقت والحمد لله. كنت موجود؟ انا كنت موجود امبارح الساعه 10:30. انا كنت معدي هنا مفيش حاجه. انا هنا ببيع شماعات في العتبه. بوزع هنا المصانع والعمال كلها. بس معدي مفيش حاجه. بس الناس عم بقول لك بياعين البياعين هتولع ايه شغلها ودي عماله وهنا شغلها وعيش هتولع ايه. ايه اللي حصل يعني لما كنت موجود؟ الساعة 10:30 كنت معدي مفيش حاجة والدنيا كانت حلوة هنا امبارح. فرحة الأجازة كلنا بننزل هنا عادي كلنا. إيه السبب يعني؟ عم يقول لك ماس ده مش ماس. ده فعلا فعلا.